مسرحية جنيف السورية الفصل الرابع، هذه المرة من إخراج ستيفان دي مستورا الدبلوماسي الأممي وبطولة مبعوث نظام بشار الجعفري، الذي طالب كما في الفصول السابقة بأن يكون موضوع مكافحة الإرهاب الأول في المفاوضات التي وضع المخرج خطة لها. هذا العرض بدأ بتفجيرين انتحاريين استهدفا مقرين في المربع الأمني في حمص لتبرير حواريات بطل العرض التي شبعنا من تكرارها، ولكن يبدو أن الجمهور لا يزال ينتظر نهاية مختلفة رغم تكرار السيناريو ذاته. جولة الصحافة، أهلا بكم. نبدأ مشاهدينا من القدس العربي والشأن السوري. دي مستورا يشترط الاتفاق على الحكم والدستور والانتخابات مجتمعة. قال سالم المصلط المتحدث الرسمي باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات في حوار للصحيفة أن من يصنع الإرهاب هو النظام، فكيف يتحدث عن محاربته؟ وأضاف أن من لا يقبل بالثوابت السورية فمن الأفضل أن يجلس إلى طاولة مندوب النظام السوري بشار الجعفري. وقدم دي مستورا للوفدين الورقة ذاتها التي عرضها قبل يومين على وفد حكومة النظام ووفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة والفصائل السورية. كشفت مصادر أممية للصحيفة صحيفة القدس العربي أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا تحتوي على جدول أعمال وشكل الحكم السياسي والدستور والانتخابات على أن تتم دراستها في مجموعات عمل منفصلة. يرد في الورقة أيضا مشاهدين أنه لن يتم الاتفاق على شيء لحين الاتفاق على كل شيء، وأن ينقل ملف وقف إطلاق النار والإرهاب إلى محادثات أستانة. نتابع في الصحف والعربي الجديد، عنونت مبادرة أمريكية للعراق تسوية شاملة وإنهاء نفوذ إيران والميليشيات. كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن عن حراك واسع منذ أيام لبلورة مشروع جديد يتعلق بالعراق وبمرحلة ما بعد تنظيم الدولة واستعادة جميع الأراضي والمدن العراقية من سيطرته. تتضمن هذه المبادرة حسب ما تم تسريبه للعرب الجديد بنودا عدة يجري العمل عليها، من أبرزها ضمان وحدة العراق وعدم تقسيمه على أسس طائفية أو دينية أو عرقية، والتزام دولي بدعم الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وترسيخ أسس العملية الديمقراطية في البلاد، والعمل على معالجة أثار الحرب الحالية مع الإرهاب، وأيضا وقف التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية ووضع جدول زمني بعد الانتهاء من صفحة تنظيم الدولة لمعالجة ملف الميليشيات ودمجها بوظائف أمنية أو عسكرية أو مدنية. من المفترض أن تقدم المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي بغية إقرارها وإلزام الدول بفقراتها وفرض عقوبات على أي جهة يثبت تدخلها بالشأن العراقي. إلى صحيفة العرب التي تحدثت في الشأن المصري، السيسي يعيد الثقة إلى الأزهر. في خطوة وصفت بالتصحيحية والمهمة في سياق قطع الشكوك حول ما أثير من جدل بشأن خلافات بين الرئاسة المصرية ومشيخة الأزهر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ أحمد الطيب لوضع النقاط على الحروف في القضايا العالقة بملف تجديد الخطاب الديني. وطغت حالة ترقب بين علماء الأزهر والطيف السياسي والفكري في مصر على خلفية عدة تكهنات بشأن مستقبل العلاقة بين رئاسة الجمهورية والأزهر ومستقبل الطيب بحد ذاته، بالتزامن مع جدل حول ترشيح خليفة له وسعي لإصدار قانون يتيح إعادة هيكلة هيئة كبار العلماء. أعاد السيسي الثقة من جديد في الأزهر بقيادته الحالية، وشدد على أن الأزهر الشريف هو منارة للفكر الإسلامي المعتدل. وكانت مشاهدينا الخلافات يعني بدأت منذ أسابيع، وهيئة كبار العلماء في الأزهر عارضت الرئيس الذي دعا إلى إصدار قانون لتوثيق الطلاق الشفهي، وثار الجدل حول تكليف بعض الجهات الأخرى بمهمة التجديد الديني، إلا أن لقاء الأحد وضع حدا لتلك التكهنات بعد أن أثنى السيسي على الجهود التي يقوم بها الأزهر لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة. صحيفة الحياة عنونت خادم الحرمين، السعودية تقف بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تقف بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموما، وشدد على أنها مستعدة دائما للمساعدة والتعاون مع ماليزيا في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين. وأعرب الملك سلمان خلال كلمة ألقاها في عشاء أقامه ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس لمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى كوالالمبور أمس عن سعادته بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأكد تطلعه للارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. إلى الصحف البريطانية، واخترنا منها الغارديان ونطالع فيها مقالا لكارل سيدير ستورم تكلم فيه عن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحقيقة، ويشرح كيف تأثر ترامب بالقس الأمريكي والواعظ الشهير نورمان فينسنت بيل. ويقول سيدير ستورم إن ترامب بالغ كثيرا في تقدير حجم أعماله، وعندما فحصت أيضا صحيفة نيويورك تايمز 61 مشروعا استثماريا أنجزه ترامب وجدت أن 40% منها مشاريع فاشلة، وهذا لم يمنعه من قيادة حملته الانتخابية بصفته واحدا من رجال الأعمال الناجحين. ترامب أيضا قال أن ثروته قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، بينما قدرتها صحيفة فوربس بنحو 4 مليارات و500 ألف دولار أو 500 مليون دولار. ترى هل تضخيم ترامب لثروته يعد كذبا؟ القس بيل لا يرى الأمر كذلك، لأنه يدعو إلى افتراض تحقيق النجاح مهما كان الواقع سيئا، ولا ضرر في القليل من المبالغة. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح، لنتابع معا. جميل الكاريكاتير الأخير بخصوص الكواكب الجديدة التي يعني تقول ناسها بأنها صالحة للحياة في مجرة أخرى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجولة، وعودة لإسراء وصفاء وختام صباح الليل.